السلام عليكم حنيناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. غتشوفوا معايا اليوم وصفة رائعة جدا للقدمين بالنسبة للبنات اللي بغاو أنهم يعني يعتنيوا بالرجلات ديالهم، خصوصا أن فصل الصيف الأغلبية كيبغيو يلبسوا غير السنيدلات، لهذا فالرجلات يعني كياكلوا الدق من هذيك الشمس وكيولي اللي وحالتهم. فغنعطيكم وصفة لتنعيم الأقدام بالنسبة للبنات اللي عندهم تشققات، وكذلك داك الجلد اللي كيكون زائد، وكذلك في نفس الوقت غنعطيكم وصفة للتبييض، وغتحيد لكم كل التصبغات أو دوك لي تراس اللي كيكونوا ديال الصندالة بمكونات جد بسيطة. كنتمنى يا رب ينال هذا الفيديو اعجابكم، ولا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات حطوا لي لايك باش نعرف، وكنتمنى فعلا انكم تدعموني وتشجعوني وتشتركوا بقناه حموموشة تي في اللي غادي تلقاوها بصندوق الوصف. الان غادي نبداو على بركه الله. فغادي نحتاجو الى اي اناء باش نمزجو هاد المكونات، وغادي نحتاجو الى اي نوع متوفر عندكم من الصابون. من الاحسن طبعا يكون هاد النوع هذا اللي ما كتكون فيه لا رائحه لا ملون. وغادي نحتاجو الى مواد اخرى طبعا غادي تشوفوهم معايا بعد ما نحكو واحد الكميه اللي غادي نحتاجو ليها من هاد الصابون. فمن الافضل الا كنتو كتستعملوا هاد الصابون مثلا بحالي صراحه لان ليا، فغنولي نرجع نعمل هذه الطريقه اللي غنذكركم بها، انكم تحكوه بحال هكا وتحتفظوا به في اي علبه، لان فعلا غادي يهنينا ويختصر علينا المراحل. فهاد الوصفه بامكانكم توضعوها ل القدام يعني الاقدام، المكان فاش كيكونوا التشققات، وكذلك توضعوها في الاعلى يعني في الفوق ديال الرجلين باش يبيضوا لكم، لانها فعلا راها مبيضه وكتحيد كل الشوائب وكل التصبغات. فهاد الكميه ها هي راها غادي تكفينا ان شاء الله، كنحكوه بهاد الطريقه. ثم غادي نحتاجو الى بيكربونات الصوديوم. الدور ديال بيكربونات الصوديوم انهم غادي تحيد لينا كل الجلد الميت، وكذلك غادي تعمل على تقشير البشره، وبالتالي الى عملنا على تقشير البشره فالبشره ديالنا غادي تولي بيضاء ما شاء الله. فغادي نضيف القليل من الماء، ضروري ان هذا الصابون هذا انني ندوبه في الماء بهذه الطريقة. وبإمكانكم كذلك تصاوبوا من هذه الخلطة كمية معقولة وتحتفظوا بها لمدة أسبوع عادي، وتستعملوها بشكل يومي فغادي يكون أفضل. يعني إلا كانوا رجليكم مثلا حالة ومدة يعني مديتوهاش في رجيلات، ولا مشيتو خيمتو في البحر، فهذه أحسن طريقة. ثم غادي نضيف القليل من بيكربونات الصوديوم. هذه كي لهويتي ضروري نقولها الا طحت شي حاجه ولا. وغادي نضيف ملعقه صغيره كما كتشوفوا معايا، غنضيفها على هاد المكونات. طبعا عرفتي البنات من بعد ما تستعملوا هاد الوصفه، متاكده انكم ما عمركم غادي تستغنيوا عليها ابدا ابدا، وغيكون الملمس ديال رجيلاتكم حريري. وكذلك غنوريكم واحد الحيله زوينه زوينه بزاف باش يبقاو دائما رجيلاتكم في اللون الوردي الجميل، يوليو يعني ورديين. فالطريقه المهم ديال استعمال هذه الوصفه طبعا نتوما غادي تذوبوها مزيان بهذه الطريقه، غادي تطبقوها على القدمين وغادي تدوروا ليهم سلوفان ضروري. الا ما متوفرش عندكم السلوفان غادي توضعوا شي بلاستيك، ولكن حذاري البنات اللي عندهم لي شامبينيون ولا مثلا اللي عندهم الاكزيما او الاكزيما ما تستعملوهاش على رجيلاتكم ابدا ابدا، يعني ما توضعوش بيكربونات الصوديوم وما تدوروش الميكا نهائيا. طبعا انا كنهضر على الناس اللي عندهم رجليهم يعني عاديين. فغادي توضعوها يعني غتخليوها على الاقدام لمده 10 دقائق فقط، 10 دقائق فهي تكفي في احداث الفرق. الا بغيتوا انكم تجيبوا هذيك
باش كنحكو يعني القدام، تحكو القدام ديالكم غادي يكون افضل. ما متوفراش عندكم، حاولوا انكم تعملوا تقشير بهذه الطريقه فقط باليدين ديالكم. ولا كانت بحال هذه متوفره عندكم غادي يكون افضل انكم تحكوا بها القدام وتحيدوا كل هذاك الجلد الميت وكذلك الاطراف ديال الاصابع. عرفتوا رجلاتكم غادي يوليو ناعمين جدا، لان النتيجه اللي غادي تحصلوا الا استعملتوا هذه الاداه ما غاديش تحصلوها يعني الا استعملتوا غير تقشير اليدين. ثم غادي تنشفوا رجليكم بشكل عادي. شفتوا معايا ها هو الخليط بدا كيتقال، فغادي تحتفظوا به باي سوبيرا وتخليوه عندكم يعني باي علبه وتخليوه عندكم صافي. من بعد ما غنعملوا هذه العمليه غادي يخصنا شي كريم اللي غادي يعمل على ترطيب الرجلين وكذلك يعطيهم اللون الوردي الجميل. طبعا كل شيء طبيعي طبيعي مليون بالمئه. فغادي نحتاجوا الى اي كريم متوفر عندكم، عندكم اي نوع، اي نوع من الكريم، ماشي ضروري مثلا شي نوع معين. وطبعا هذا الفازلين الطبيعي اللي صوبتو معكم غادي تلقاوه على القناه، فقط كتبوا طريقه صنع الفازلين ابداعات نهى للنواعم، فغادي تلقاو طريقه ديال صنع هذا الفازلين الاكثر من رائع، صناعه منزليه وفازلين نقي وزوين توب ديال التوب. فالفازلين غادي يعطينا ترطيب عالي جدا للرجلين. وغادي نحتاج كذلك الى العكر الفاسي او ما يسمى بدم الغزال. العكر الفاسي حاولوا انكم تجيبوا النوعيه اللي كتكون جيده، لان هو كذلك كل فيه المزور، فكنتمنى انه يكون واضح. هيا فوكسي، ها هو دم الغزال العكر الفاسي. غادي ناخذ منه واحد شويه، وهذا الكريم غادي نحتفظوا به ويبقى عندنا دائما دائما. بسم الله، غادي نضعو غير شويه لان راه كيعطي اللون حسب انتي مثلا اللون اللي بغيتيه. طبعا انا ما كنحميش داك اللون اللي كيكون معايق داكشي مشعشع، فغادي نوضعو غير شويه بحال هكا. شوفوا معايا بهذه الطريقه، المهم ونمزجوا هاد العلبه ديال الفازلين مع هذا اللون هذا او هذا العكر الفاسي. بامكانكم الى ما متوفرش عندكم يا البنات العكر الفاسي، راه بامكانكم تستعملوا ملون غذائي، ولكن دوك الملونات اللي كيكونوا مثلا ديال الحلوه، سمعتوني، هذاك النوع اللي كيكون ديال الحلوه كيكونوا زوينين بزاف وكيكونوا على شكل باودر. وبعض الخطرات كنلقاو نيت هذا العكر الفاسي يكتبوا عليه العكر الفاسي، وهو اصلا ماشي عكر فاسي لا مولاي بيه، هو غير ملون ديال الحلوه، لان صراحه ما بقيناش عارفين فين هو الحقيقي فين هو المزور. غادي نضيف مازال واحد شويه باش يعطيني داك اللون اللي كيكون غوز، لا في اون غوز. طبعا كما قلت لكم اللون حسب الرغبه، انا مثلا هذا اللون فهو عجبني، لان ما بغيتش كما قلت لكم شي حاجه اللي تكون معايقه عاوتاني. طبعا غادي تدهنوا به رجيلاتكم تبعد الوضوء مثلا، لان الا كتوضاو مثلا باش تصليو وما كترطبوش رجيلاتكم فراه كيبقاو يعني قاصحين وكيبقاو دوك الجوانب كتحسوا برجلكم يعني من الجنب فشكن. لهذا حاولوا انكم دائما بعد الوضوء انكم ترطبوا رجيلاتكم، راه تحصلوا على رجيله ترطبين ما شاء الله. ومن بعد هذه الوصفه متاكده انكم معمركم غادي تستغناو عليها، فمره واحده يمكن انها تفي بالغرض، وكذلك راه غتبيض لكم رجيلاتكم. غتقول لي واش ممكن ان نستعملوها لليدين؟ بامكانكم كذلك تستعملوها لليدين، لان النتائج ديالها روعه روعه. البنات اللي ما عندهمش هاد المكونات اللي انا استعملتهم اليوم، فما عليكم الا تعملوا جوله على قناتنا ابداعات نهى للنواعم، راه غادي تلقاو بزاف ديال الوصفات اللي انا مجرباهم، وفعلا نتائجهم رائعه رائعه جدا ومرضيه، وبمكونات كلها في المتناول. فين ما كانت عندك هذه الحاجه تكون عندك حاجه اخرى، اهم حاجه اننا نهتموا بالجسم ديالنا والجمال ديالنا باشياء بسيطه جدا ومتوفره، لان المراه الا اهتمت بالجسم ديالها وبالجمال ديالها فالنفسيه ديالها
كذلك كتكون إيجابية، ويعني كتستمتع بالحياة أكثر وأكثر. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال إعجابكم ولعجبتكم قناتنا، أنكم تشتركوا فيها باش تكونوا أول الناس اللي كيوصلوهم فيديوهاتنا، وتفعلوا كذلك الجرس. وما تنسونيش بشي دعوة ديال الخير وترحموا لي على الوالدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.